ديالي باش تجيني سكتة قلبية. أنا رانا صافي تهديت. هادشي جرى لي أنا اليوم يقدر يجرى لوحدة أخرى غدا. كل يوم اللي جبار أختي واللي شافها يتصل بهذا. مشات في 8:30 كانت داخلة وتخرج في 12:30 ما جاتش نظارة. بارح 12:30 دالنهار. الاسم ديالها دعاء وان والسن ديالها خلقها لي في 27 شهر 8 2004. عندها 14 عام ونص. كانت عندها العشية خاوية، كانت قريعة من 8:30 ل 12:30. صافي ملي ما جاتش للدار صافي عرفت كاين شي حاجه. فتجت مشيت للسبيطارات، مشيت للنامور محمد الخامس، مشينا كورطوبي ما خلينا حتى موطه، عملنا ديكلاراسيون في كوميساريه سنترال والو ما كاينش. ما دي اليوم مشينا للكوميساريه ديال مسنانه والو ما كاينش حتى شي واحد ما عطاني عليها الخبر. مشيت للمدرسه، الاصدقاء ديالها كلشي كيقول لك شفناها ديك الساعه ديال 10:30 ل 12:30. صافي من تما ما كاينش شي خبر عليها. صحيح اللي كنسقسيه كيقول لي شفناها فوق، شفناها فوق، شفناها. صافي صافي حتى شي واحد ما عطاني عليها شي خبر زعما اكثر من هيدا. كتقرا لي في المدرسه ديال جابر بن حيان والقسم ديال الثامنه عندها الثامنه اعدادي. ما عندنا لا مشاكل لا باها لا انا لا تجي حاجه محقق لجميع الطلبات ديالها. واخا عرفتي اللي طلبت له كيعطيه لها. ما عندنا مشاكل لأنا وبا إليا لا حتى شي حاجه. ما كتعاني لي من شي مرض، ما كتعاني من حتى شي حاجه. اول مره عمري بنتي ما فرقت حتى خوتي كتبغي زعما يقولوا لي خليها تبات معنا. ما كنخليها تبات مع حتى شي واحد، ما كتفرقني شي نهائيا نهائيا. بنتي عندي جويجات، عندي ادم وعندي دعاء، كنمشي انا وياهم ونجي انا وياهم. عمري ما فرقتهم اول مره قد. ما نقدرش نقول شي حاجه من راسي ولا نتسرع ولا نتمشي واحد. ما عنديش نهائيا لان بنتي بعقلها ماشي شي وحده اللي صعيبه ولا ما كتجيني. جي عرفتي الا كانت خارجه في 12:30 من المدرسه عندي 3 دقائق نضار كنحس بها لا عندي محسوب. ما كتفوتهاش في اي توقيت خرجت عندها 3 دقائق ولا 5 دقائق كاع الا تعطلت. انا كنطلب المجاهدين اللي شافها ولا اللي عنده ولا اللي كيعرف عليها شي حاجه الله يرحم الوالدين يجيب لي بنتي. انا راه صافي ما فيها شي صحه. صافي هذه هي اللي باش تجيني سكته قلبيه. انا رانا صافي تهديت ما بقاش فيا الجهد نهائيا. وانا كنطلب المجاهدين اللي شاف بنتي تعاون معايا. هادشي جرى لي انا اليوم يقدر يجرى لوحده اخرى غدا في حالي. وانا بيدي كنتعاون مع الناس اللي كنا رعد اختفت وحده. حتى حنا مشينا في المدار وعملت كثر من جهد معهم وكنت لو كيف ما عملوا لهاديك والقناع يعملوا حتى لبنتي ويجيبوها لي. كل يوم اللي جبار اختي واللي شافها يتصل بهذا المرض. ماما كل ماما.